السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. تعالوا النهاردة let's read a story. يلا نقرأ قصة جميلة جدا اسمها The Country Maid. تات الريف and her milk pail. والجردل اللي فيه لبن بتاعها. فتاة الريف وجردل اللبن. ايه فتاة الريف وجردل اللبن؟ تعال نقرأ. بيقول لك بقى يا سيدي Country Maid اللي هي فتاة ريفية او خادمة ريفية was walking slowly along with a pail of milk upon her head. يعني was walking كانت ماشية slowly بالراحة along with a pail of milk وفي كده دلو لبن أو جرد اللبن upon her head على رأسها شايلة جرد اللبن على رأسها upon her head. She was saying to herself وكانت بتقول لنفسها بقى عمالة تكلم نفسها بقى سرحانة The money for which I shall sell this milk, the money, الفلوس, which I shall sell this milk, اللي هبيع بها اللبن ده, will buy me 300 eggs. هشتري بيها 300 بيضة. عمالة تسرح بقى. أنا هشتري 300 eggs. 300 بيضة. وبعد كده بقى these eggs البيض ده will produce at least 250 chickens. على الأقل كده هيطلع 250 دجاجة 250 chickens. فأجيب بيض 300 بيضة يطلعوا كده 250 دجاجة. That chickens الدجاج اللي هيطلع will be fit to carry to market. هيكون جاهز ان انا اخده السوق وابيعه about Christmas. يعني كده في الكريسماس في اول السنة. When poultry always bring a good price. دواجن في الوقت ده poultry اللي هي الدواجن poultry always bring a good price بتجيب سعر كويس جدا في الوقت ده. فانا هجيبهم واجيب سعر كويس ابيعهم بسعر كويس في الكريسماس وافضل كده لغاية ما يجي شهر خمسة. By May Day لما يجي بقى شهر خمسة شهر مايو I shall have money يكون معايا فلوس enough تكفيني to buy a new gown ان انا اشتري فستان كبير كده جميل. Let me see افكر كده green اللون الاخضر suits me هيناسبني. لما اجيب اللون الاخضر هيكون جميل جدا عليا. Yes it shall be green. ايوه فعلا it shall be green لازم يكون اخضر. انا هجيبه الفستان ده الجاون ده green اخضر. In this dress وانا لابس الفستان ده بقى I will go to the fair هروح الفير اللي هو المكان الكبير بتاع المدينة او المعرض او المهرجان بتاع المدينة where all the young fellows وهناك بقى كل الشباب الصغير will want me for a partner هيحبوا ان هم او هيعوزوا ان هم يتجوزوني بقى ويبقى انا شريكة حياتهم. بس انا اقول لهم لا انا مرضاش بحد فيكم but I shall refuse every one of them. انا اقول لهم لا 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 انا لا ما ينفعش ان انا اتجوزكم انتو. By this time في الوقت ده she was so full of her fancy يعني عاشت قوي قوي في الخيال بتاعها وهي بتقول لا 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 انا مرضاش اتجوز حد فيكم that she tossed her head proudly كانت بتهز راسها كده بفخر وهي بتهز راسها بفخر over went the pail نزل الجردل اللي فيه لبن and all the milk was spilled on the ground وكل اللبن اتكب على الارض راح اللبن واحلامها راحت مع اللبن. طيب في مورال هنتعلمه من ستوري don't count your chickens before they are hatched ما تعدش الدجاج بتاعك الا لما يفقس هو لسه في البيضة اصبر عليه لما يفقس بعد كده يا سيدي ابدأ عد الدجاج يعني ما تستعجلش. Country maid الخادمة الريفية حلمت ان هي هتكون غنية وان الناس هتعوز تتجوزها وهي ترفضهم وحلمت احلام كتير جدا 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 وهي لسه مش معاها اي حاجة خالص. لا don't count your chickens before they are hatched ما تعدش الدجاج وتقول انا معايا كام دجاجة الا لما يفقس الاول اصبر بس الاول لما الدجاج يفقس منه يطلع كده من البيضة. ده كان المورال اللي احنا عاوزين نتعلمه. Thank you for watching و لو عجبتك القصة وعايز نكمل في موضوع الستوريز فما تنساش لايك شير سبسكرايب لو لسه ما اشتركتش في القناة علشان تدعمنا نكمل. Thank you for watching. سلام goodbye.